الحياة دروس ولرياضة أحكام في هذه الكأس لم أجد أجمل من أقوال مأثورة لتحديد تفاصيلها والتعبير عنها. أول سلالها نهاية قائد هلالها الأمير نواف بن سعد يترجل من جواد الزعيم وحكمته مستوحاة من زعيم الألماني قديم حينما قال: إذا حققت النصر فليس مطلوبا منك أن تبرر ذلك، ولكنك إن هزمت فمن الأفضل ألا تكون موجودا لتبرر ذلك. ثاني سلال لاعبي الهلال: فقد انهالت عليهم الظنون وأصبح الحال من نعمة إلى نون وما يعلمون، ولسان حال حكمتهم لأديسون تقول: لن أقول أني فشلت 1000 مرة ولكنني اكتشفت أن هناك 1000 طريقة تؤدي للفشل. أما دونيس فاعذرني فلا تعبير أجده أجمل مما قاله أينشتاين: الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات مع انتظار نتائج مختلفة. أما البطل وشاغل الدنيا ومال الناس الأهلي فقد قال للكل: أتعقبوا فرقكم من بعدي؟ كل ما في الأمر أن القرعة والدنيا وضعتكم في فمي. ولسان حالهم يقول: وكأنني برمحي أضرب قائلا: الأرض أرضي والزمان زمانية. وفي جدة فقد كان النصر في هذا العام عسرا مركز 8 هناك وخروج مبكر في ذاك ونهاية من البداية وعودة في الأمتار الأخيرة. ولسان حالهم حكمة تصلح لكل مكان ومقال: مهما تأخرت فبإمكانك أن تصل، وتذكر أن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي مطلقا. أخيرا مع حال جماهير العميد الوفية فيعبر عنها محمود درويش بمقولة: ليتنا استطعنا أن نحب أقل لكي لا نتألم أكثر. إلى العناوين. العالمي إلى نهائي الملك، وينك يا أهلي؟ وبطل الدوري يتأهب لنهائي الملك. والهلال نواف بن سعد استقالة تلخبط أوراق الزعيم. ومن الإدارة إلى لادونيس يبرر: الفريق يمر بظروف صعبة. أخيرا الأهلي وعمل دؤوب، الأهلي ينهي صفقة قائد منتخب الشباب. يا هلا وغلا فيكم مشاهدينا الكرام، كانت هذه عناوين حلقتنا لهذا اليوم اللي بنناقشها مع ضيوفنا. معنا هنا في الاستديو الدكتور عبد العزيز الخالدي. هلا وغلا فيك دكتور. اهلا وسهلا اخوي محمد ومساء الخير على الجميع. هاني دكتور نسيتني. هاني ونتمنى فعلا نقدم يعني ما يعني يفيد المشاهد. ودعنا في البدايه اذا تسمح لي نبارك صراحه للاهلي وللنصر الوصول للمباراه النهائية، وهو إنجاز حقيقي كبير وشرف اللعب أمام الوالد القائد خادم الحرمين الشريفين، وهو شرف كبير وعظيم لكل الرياضيين. والأهلي والنصر وصلوا بجدارة صراحة لهذا النهائي، ومن خلال مستوى النصر اليوم نستطيع أن نقول سوف نشاهد مباراة كبيرة جدا بمستواها الفني. كيف شفت يعني قبل ما نروح عندنا تقرير عن الهلال حنبدأ فيه بعدين نروح للنصر الأخير، خلينا ناخذ المباراة بشكل عام اليوم، كيف شفت المباراة بشكل عام أهلي عفوا النصر والاتحاد؟ والله بكل صراحة أخوي هاني يعني بكل أمانة النصر قدم نفسه وذكرنا بالنصر قبل موسم الموسم الماضي والموسم اللي قبله، اللي هو النصر فعلا الأداء المتوازن، أداء النجوم على مستواهم الفني الحقيقي. لو لعب النصر بهذا المستوى لنافس بجدارة على بطولة الدوري. النصر كان حاضر بكل تفاصيله اليوم بدءا من حارس المرمى الى المهاجم نايف هزازي اللي كانوا في الحضور من بدايه المباراه الى نهايه المباراه، في ظل غياب واضح الحقيقه للاتحاد وعدم وجود اي بصمه للمدرب الاتحادي مع احترامي الكامل له. طيب خلينا نروح في البدايه نروح لمباراه امس وصدمه الهلاليين في هزيمتين في اسبوع واحد من منافسهم الاهلي، وناخذ تقرير عن مباراة أمس بين الهلال والأهلي.
أكد الأهلي وصوله إلى نهائي كأس الملك بعد تخطيه لمضيف الهلال في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس على استاد الملك فهد الدولي بالرياض. ومن خلال مجريات المباراة تأخر الأهلي مرتين، إلا أن نجوم الراقي تمكنوا من العودة إلى المباراة ليخطف الأهلي بطاقة التأهل من الهلال في الوقت القاتل بهدف الثالث، مؤكدين حقيتهم بالوصول إلى نهائي البطولة التي تحمل الاسم الأغلى والمكافآت الأعلى. وفي خلال 5 أيام نجح نجوم الأهلي من تحقيق انتصارين متتاليين على الهلال. الانتصار الأول مكنهم من حسم الدوري، والانتصار الثاني طار بهم إلى نهائي البطولة الأغلى. ومن الجانب الهلالي عصفت هذه الهزيمتين التي أضاعت عليهم المنافسة في الدوري ومنعتهم من الحفاظ على لقب كأس الملك استقرار الإدارة الهلالية، حيث أعلن الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال استقالته مع نهاية الموسم، داعيا أعضاء شرف النادي إلى الاجتماع لاختيار الرئيس المقبل. يذكر أن سجل أبطال كأس الملك بنسختها الحالية يؤكد أن بطل الدوري لا يكون بطلا للكأس، فهل ينجح نجوم الراقي في كسر هذه القاعدة وتحقيق اللقب؟ كان هذا تقرير عده زملاء عن مباراة الأهلي والهلال أمس، واللي انتهت أهلاوية ومثيرة بثلاث أهداف مقابل هدفين. أبو دكتور عبد العزيز، هزيمتين هلالية في أسبوع، تفوق أهلاوي متكرر، وش الأفضل نقول؟ الأهلي كان قوي ولا الهلال كان إعداد غير جيد؟ لا، الأهلي قوي. الأهلي من 3 مواسم وهو يقدم نفسه بشكل ممتاز، استقرار إداري، استقرار فني، بصمة واضحة للمدرب في أرض الملعب، مجموعة متميزة من لاعبين وأدوات الحقيقة استفاد منها مدرب غروس في بشكل رائع جدا، وجود البديل، عوامل الحقيقة يعني تؤكد على أن الأهلي فريق بطل من موسمين، يعني هذا الموسم الثالث اللي ينافس بقوة وبجدار استطاع أن يحقق الدوري ثم يكسب كذلك في كأس الملك، وإن خسر أمام الهلال في كأس ولي العهد لكن يظل الأهلي فريق قوي، وهذا أبدا لا يقلل من الهلال اللي كان منافس طوال الموسم سواء في عندما حقق كأس سمو العهد أمام الأهلي أو عندما نافس إلى آخر لحظة في الدوري واستطاع الأهلي أن يكسب المباراة أو حتى عندما خرج في دور الأربعة من الأهلي، كلها يعني مباريات أو مستويات متقاربة، والهلال ليس سيئا ولكن الأهلي كذلك حاضر بشكل ممتاز. جانب مهم أنا في تصوري أنه بالنسبة للهلال على أقل تقدير، أنا أقول البداية المبكرة لفترة الإعداد هي ما أوصلت الهلال إلى هذا الإنهاك وهذا الإجهاد في نهاية الموسم، وأعتقد أنه مع بداية الدور الثاني اتضح الإجهاد والإنهاك على اللاعبين، طبعا الإجهاد الذهني والبدني والفني وبشكل عام، وحتى الإصابات على مستوى الإصابات وعلى مستوى المشاكل الفنية تأتي عندما يكون هناك تشبع وهناك ملل من قبل اللاعبين، ولا يستطيع المدرب أن يعمل الكثير أمام هذه المشاكل. طيب خلينا نأخذ الفرحة من اللي قريب من المكان. ينضم معنا الآن الأستاذ عوض رقعاني الإعلامي والناقد الرياضي من جدة. هلا غلا فيك أستاذ عوض. مساك الله بالخير اخوي هاني، انا ما انضم معك، انا من قبل البرنامج انا موجود. طيب هنا. انا يعني انت معليش. طيب بس انت استدركت انا كنت بلومك، بس الحين انت استدركت قلت هالشيء، معناها التاخير مننا مو منك اجل. لا هو في الاعداد، يعني الف باء اعداد، يفترض بعض العناوين يرحب بالضيوف. عموما هذه قناتنا واحنا عتبنا لا من عشر. لا ما كان عندك صوت يا استاذ عوض، ترى ما كان عندك صوت جاهز. ترى مشكله الصوت هذه لها 10 سنين ما انحلت. طيب. انا اعتقد الصوت هذا لو في امريكا كان ما من عندنا، صدقني. ولا برحبك قبل ما ارحب نفسي. الله، بالعكس عبد العزيز اخويا وزميلي وصديقي من سنوات كثيره، يعني الحمد لله. وهذا شرف استاذ عوض، شرف لنا الحقيقة أن نخرج معك وأنت يعني قامة إعلامية ولك خبرتك الطويلة في المجال. بالعكس أول شيء نرحب بالمشاهدين، وإحنا طيب. كلامنا هذا من عشم، من محبة يا هاني. الله يعطيك العافية. مقدمة جميلة، وأنا سبحان الله أنا بسمع المقدمة للأسف، يعني للأسف الإعلام الرياضي أو المكتوب، أو للأسف المكتوب بمعنى أصح، الآن صار يجمع الحابل والنابل. الإعلام الرياضي اللي بدأ فيه سبحان الله في السعودية هم أدباء،
فكلامك شدني إلى بدايات الإعلام الرياضي. أنا لما قرأت الإعلام الرياضي في السعودية يمكن من 70 سنة أو أقل، كانوا هم عبارة عن أدباء وشعراء، هم كانوا يكتبوا في الرياضة. فمقدمة جميلة. لو تكلمنا عن الأهلي، طيب بس طيب أبو طبعا أول شيء شهادتك يعني أنا أخذها وسام من إعلامي قدير مثلك سعود، لكن خليني أقول لك اليوم نص يعني ما حد زعل. العاصمة كانت زعلانة أمس واليوم فرحانة، وجدة كانت فرحانة أمس واليوم زعلانة. كيف شايف التباين في هذا الفرح والحزن؟ لا بالعكس، ممكن في جمهور الفريق الآخر مبسوط على الفريق العكس صحيح. لا لا، الفرح موجود طبعا. كرة القدم هي الجمال اللي فيها انه بتزعلك اليوم بتفرحك بكرة. يعني اللي بيشوف الاتحاد من 2 أو 3 سنين أو 10 سنين مثلا كان جمهور مبتهش، الآن لا العكس. اللي بيشوف الأهلي من 2 أو 3 سنين كيف الناس بتقول له ما في دوري ما في دوري، الآن حصل على الدوري. نفس الكلام النصر. وإيش النغمة الجاية الحين للأهلاويين؟ خلاص الدوري والنغمة راح. حيغنوا لهم على آسيا، ما يدروا أنه الأهلي نظم آسيا قبل 30 سنة. طيب خلينا ندخل في المعمعة مباشرة وناخذ ملخص مباراة اليوم بين النصر والاتحاد، واللي فاز فيها النصر وعاد العالمي إلى نهائي الكاس لإنقاذ موسمه هذا. آباءهم الذين هم يعتزون بهم ونحن نعتز بهم، دامت أوطاننا بدماء شهدائنا وأبطالنا، وبلادي بلاد الإباء والشمم ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها سماح الهمم وفيها تصون العهود الذمم، ستبقى بلادي منار الأمم. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، مشاهدينا متابعينا، مع صيحات الجماهير السف وخذها نايف من أمامه وصد ليحيى الشهري، بتعود النصر مرة ثانية يحيى، لا زالت قائمة على أمام المرمى. كرة مرة ثانية لشايع، مشاها، مرتدة للنصر، أول مرتدة للنصر بعد ربع ساعة، مطلع شوط المباراة الثاني، نايف وباجندوح، نايف أمام المرمى، الله! يغيب كثيرا ولكن حينما يهضر يهضر خطيرا. ضربة حرة مباشرة لمصلحة فريق نادي النصر، ونحن نقترب من الدقائق الأخيرة لعمر هذه المباراة. تمام المرمى، النصر غالب، النصر راجع، النصر كالنقش في الحجر، يوم عودة العالم الكبير، يوم رجعتك يا نصر. يعني لا بدنا إلا نقول هارد، حظ أوفر الناظري للاتحاد إلى سان مارتن اللي بيسدد في المرمى، في المرمى بعد ما طارت الطيور برزاقها يا سان. الجمال ممكن نقول النصر إذا وده يلعب لعب، وإذا وده يقدم يقدم. أصبحت الأمور واضحة للجمهور النصر. ألف مبروك للجمهور العالمي الكبير، لعشاق النصر التأهل للمباراة النهائية للمرة 13 في تاريخ نادي النصر لمواجهة الأهلي في نهائي كأس الملك لنسخة عام 2016. أيها الأحبة الكرام، كان هذا هو ملخص مباراة النصر والاتحاد اللي انتهت قبل قليل بفوز نصراوي و ذهاب إلى نهائي كأس الملك مع الأهلي. النصر يا عوض يوم عودة العالمي من آخر الطرق، كيف شايفت النصر اليوم؟ عودة روح وعودة فريق كان في القريب بطل. طبعا لا يفتى ومالك في المدينة، الكابتن عبد العزيز متابع أكثر مني كمدرب، ولكن النصر بداية الموسم الكل شاهد استعداد متأخر، دسيلفا كان جاي متأخر في بطولة السوبر، بعد كده تغيير مدربين. نقدر نقول يعني الفريق بشكل عام بدأ
يعني يعود إلى هيبته ومستواه في الفترات الأخيرة، صح على صعيد الأسيوي هو كان بيحاول، بس أنا في وجهة نظري أن النصر إداريا استفاد من ناحية التركيز على بطولة معينة. يعني الكل العام شاف النصر بطل في آسيا واستفاد من الدوري قبل كده حصل معاه، السنة هذه هو اتضحت الصورة من ناحية الإدارية أمامه، في عنده مشاكل مالية، أنا أتصور حل المشاكل المالية زيارة الأمير أتصور حسام بن سعود، الضخ المالي اللي صار اليومين هذه، لأنه باين كان واضح، مو إحنا بنتكلم في شغل صح؟ من النادي في شغل إداري وفي شغل فني. طبعا مجموعة موجودة في وسط الملعب، غالب الجبرين شايع لمستواهم، لأنه في لعيبة موجودين صح كانوا في الملعب بس ما كانت في عودة لمستواهم. الفريدي اليوم لو كان يعني أكثر تعاونا لكان غلة الاتحاد صراحة كبيرة. نايف هزازي عمل يعني عمل شغل اليوم صراحة، صح ما لقي الكورة اللي هو يبحث عنها ولكن اشتغل كويس. برضو الاتحاد كانت عنده مشاكل بكل صراحة، عشان لا نكون ظالمين الاتحاد، الاتحاد للأسف إدارة طبل لها وزمر لها الكثير من الإعلاميين اللي للأسف نادي الاتحاد يعني تبرأ منهم بصراحة بعد واقعة. بس استاذ عوض يعني لو شفنا قبل المباراة كان الاتحاد كل الناس تتكلم من الاتحاد لا فنيا كان افضل ومهيئ اكثر من النصر اللي كان على مشاكل قريب القريب القريب اخويا هاني لا لانه غياب اللي متابع الاتحاد غياب لاعب زي الغامدي وعبد الرحمن زي العسيري صراحه بالذات الغامدي هو اكثر واحد بيسجل اهداف في الكوره الطوليه. انا بضيف لك بس الجزئيه انه الاتحاد صور فرط في لاعبين وابناء النادي اللاعبين المميزين اللي يعرفوا مع بعض يلعبوا كمجموعه وراح استقطب 11 لاعب، ال 11 لاعب احنا ما شفنا منهم ولا لاعب، بالعكس اللاعب الظهير اليمين بالاسماء لانه في اخطاء، الهدف الاول منه، الهدف الثاني نفس الكلام بيفتح سبرنت لاعب محور مع نايف هزازي، يعني لاعيبه 11 لاعب انا ما اتصور استفادوا الا من عساف القرني، بس كان المفروض ابناء النادي موجودين، لاعيبه اجانب فلوس ما في لعيبه اجانب، انت شايف لاعبين اثنين اجانب وما هم متمكنين، لانه الان بيعمل الفارق بصراحه اللاعب الاجنبي بيعمل الفارق في في في, في الانديه السعوديه. طيب فانا اتصور تفضل 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 يا كمل. انا اتصور انه العمل لما نتكلم على العمل واكرر الكابتن عبد العزيز موجود، العمل في كره القدم عمل جماعي، ما هو طيب. عمل مباراه ولا مباريتين ولا نهائي، لا طيب. عمل جماعي. لو تكلمنا على الاتحاد صح الاتحاد اشتغل في الدوري جاب المركز الثالث حاول، ولكن البديل ما في، اللاعب الأجنبي ما في اللي بينقذك في بعض المواقف بصراحة، فهذه كلها أثرت على الاتحاد اليوم. طيب خلينا نروح فنيا للدكتور نسأله ليه خسر الاتحاد وفاز النصر الدكتور، خصوصا أنه كان الشوط النصراوي يعني الشوط الأول كان نصراوي ترجموا بهدف، الشوط الثاني كان في بعض أوقاته اتحادي لكن الترجمة جت عكسية أيضا من النصر هجمته الثانية. طبعا أنا ثني على كلام الأستاذ عوض في قضية الجوانب المالية والإدارية سواء في الاتحاد أو في النصر، لكن اليوم مباراة مدربين، يعني مدرب الحقيقة الاتحادي ما له أي بصمة في أرض الملعب، يمكن أختلف مع الأستاذ عوض في قضية الأفراد اللي في موجودين في الملعب وفي البدلاء في الاتحاد ليسوا سيئين، يعني عندهم قدرات فنية جيدة، النشاط المهارة الإمكانات الفنية موجودة، لكن بصراحة ما في أي تنظيم، لا تنظيم دفاعي ولا تنظيم وسط ميدان ولا متى يعود الفريق، لم يقرأ لاعبي النصر بشكل جيد. النصر اليوم في الملعب كان عنده توازن، اختيار العناصر كانت مثالية جدا، أشار إلى غالب وعبد العزيز الجبرين وشايع، يعني كان ثلاثي في المحور الدفاعي، أدوار دفاعية راقية جدا وأدوار هجومية كذلك فعالة، وجود يحيى والفريدي خلف المهاجم نايف هزازي، يعني مثلثين، مثلث دفاعي قوي جدا ومثلث هجومي، راسه نايف هنا وراسه الجبرين هنا، كان مثالي في تكملة الأداء الفني. ظهري الجنب لم يقوم بأدوار هجومية كبيرة عشان يبقون عند مارتن وعند فهد المولد، يعني في قراءة الحقيقة لمدرب النصر مع تنفيذ مثالي من اللاعبين مع عناصر قادرة أن تنفذ هذا التكتيك. أنا أقول اختيار التكتيك وطريقة الأداء في النصر كانت من أول 10 دقائق تعطي، أنا شخصيا انطباع من أول 10 دقائق ربع ساعة وأنا قلت هذا الفريق صحيح. يكسب اليوم لأنه فعلا أكثر تنظيما والمهام واضحة، شايع متى يقوم بدور هجومي متى يعود للدفاع، الجبرين كيف دوره في المحور الدفاعي، غالب شلون يساند، شايع رايح لابد أن يبقى لاعبي ارتكاز غالب والجبرين،
وهذا غالي بيطلع على اليمين لازم يرجع شايع، فيها في تناغم، في توازن، فيها يعني تركيبة جماعية تتحرك كمجموعة. واضح أن النصر كان يكسب اليوم بالعكس تماما، في نشاط وفي لياقة بدنية وفي روح في لاعبين الاتحاد، لكن بدون أي تنظيم، وكأن مع احترامي طبعا للمدرب وكأنه لا يوجد مدرب على الدكة نهائيا، ولا كأنها عمل أسبوع للمباراة ولا عمل أي تنظيم. ما كان في خطة اليوم يا دكتور؟ ما في أبدا، هي اجتهادات لاعبين بدون أي تنظيم، لا تجد التوازن. الجوانب اللي ذكرناها في النصر، الجوانب الإيجابية المميزة اللي خدمت النصر يقدم هذا العطاء، ليست موجودة في الاتحاد. رغم أن العناصر ليست سيئة في الاتحاد كأفراد وكأدوات، لكن بدون تنظيم بكل صراحة. طيب دكتور بسألك عن نقطة فنية، أنا دائما أسمع جماهير النصر يقولون أدريان من الناس اللي يقتلون هجمات النصر، اليوم غاب أدريان، هل اتضح أن كلام جمهور النصر، ضغط جمهور النصر على كانيدا صحيح أن أدريان هو قاتل؟ لا، أدريان يظل لاعب جيد ومتمكن. لو كان اليوم محل يحيى الشهري سوف يقوم بنفس الدور. بس يقولك آخر هجمات النصر اليوم شفنا سرعة في نقل هجمات. لا المهام عندما تعطي يعني أحيانا هو كان يلعب 4-4-2 النصر، ويعطي مثلا يحيى وأدريان مهام دفاعية كثيرة لا يجدونها، يعني أدريانو ما عنده استعداد يقوم بالعكس أنت تخسر لما يعطي أدوار دفاعية. لكن اليوم لما تفرغ الفريدي ويحيى الشهري للجوانب الهجومية خلف نايف هزازي مثالية في الأداء صراحة، مع لاعبين مقاتلين في وسط الميدان غالب والجبرين وشايع، هذا الثلاثي هو اللي أعطى التوازن للنصر. وحتى لو كان أدريانو موجود مكان يحيى أو مكان الفريدي بيكون نفس العطاء ونفس الأداء، لأن اليوم التركيبة في الملعب كانت متميزة جدا، مع جانب مهم يجب أن لا نغفله، الروح اللي لعب فيها النصر برغبة مصالحة الجماهير، في أفراد في الملعب، رغبة صادقة، تنظيم جيد، بصمة مدرب، يكسب بجدارة بصراحة النصر أمام فريق لا يوجد أبدا للمدرب أي بصمة في الأرض الملعب. طيب عوض، أنت قلت أن الاتحاد تقول طبل له الإعلاميين أكثر مما يستحق، الاتحاد اليوم انهكت الظروف ولا الغيابات؟ كنت أتكلم مع الدكتور قبل كان يقول عبد الرحمن الغامدي هو سبب من أسباب خسارة الاتحاد اليوم. لا، هي كذا كذا عامل، مو عامل واحد. الغيابات، الأمور المالية، اللعيبة الأجانب، يعني أشياء كثيرة باينة في الملعب أصلاً ما يحتاج، بالإضافة إلى طبعاً الأشياء التكتيكية، يعني ما يحتاج الدكتور شرحها لك. يعني أنا بأقتنع بمثلث أو مثلثات مربعات في الملعب بين اللاعبين لاعبي الاتحاد، أنا ما شاهدت اليوم صراحة. الرغبة في النصر أكثر باينة من الدقيقة الأولى، الرغبة باينة في النصر إنه هو بيحقق شيء بصالح جماهيره على عكس نادي الاتحاد. أتصور أنه الفريق وكأنه جاي يحتفل بمحمد نور، فريق أنت تتعدى النصر توصل لنهائي كأس الملك، تعوض جمهورك، صح أنت تغلبت في آسيا، ولكن هذا مو مقياس. وين الخطأ في الإدارة، في المدرب؟ وين تحمل الخطأ في الاتحاد؟ الخطأ واضح في الإدارة والمدرب. يعني مدرب أنت أقلته بترجعه ليه؟ هل عشان باقي له فلوس؟ طيب خليك واضح مع الناس، قول لهم باقي المدرب فلوس. وبعدين يعني مدرب انت مشيته اذا مساله ماديه، طيب فاشل فنيا انا كيف ارجعه اذا هو فاشل فنيا؟ طيب انا كده بخسر ثاني مره، صح ماديا ما بخسر، بس بخسر الجمهور وبخسر السنوات، تاريخ الاتحاد بينكتب في الشهر الفلاني في السنه الفلانيه كان رئيس النادي فلان الفلاني وكان المدرب فلان الفلاني، هذه على مدى التاريخ تجلس. فانا اتصور في مغامره بتصير في نادي الاتحاد. يعني هل يعقل انه مدرب الان زي الكابتن عبد العزيز بيقول لك انا ما شفت بصمه؟ وفعلا احنا ما شفنا كرة قدم في نادي الاتحاد بصراحة. اذا فريق بهذا الحجم وهذا الاداء في مباراة زي هذه وعلى ملعب وبين جمهور، يعني حتى الهدف هدف شرفي جاء، ما هو ذاك الهدف، يعني حتى باين اللاعبين عارفين انه الفريق سيء، يعني ما كان مهيئ الاتحاد مباراة اليوم. انا اتصور لا فنيا ولا اداريا ما كان مهيئ الفريق. طيب ايش كان يسوون يا عوض في الفترة الماضية؟ الاتحاد من الفرق اللي كانت مرتاحة، ايش كانوا يسوون في الفترة الماضية؟ الإدارة والجماهير والإعلام وكذلك ايش كانوا يسوون؟ الكل بيتكلم على موضوع الديون، نادي عليه مبالغ مالية كبيرة، إن صدق الكلام كل الأندية مديونة إلا الأهلي. لا بس الاتحاد واضح يعني في جدل عليه وعلى رأسة النادي وتمشي الإدارة، يعني يفترض برضو كان الإدارة اشتغلت على هذا الموضوع، ولكن مشكلة الآن وسائل التواصل الاجتماعي بتوصل لغرفة نوم اللاعب، غرفة نوم المسؤول من خلال تويتر ومن خلال
الواتساب. فهي مشكلة الاتحاد، مشكلة ما هي مشكلة مباراة بصراحة. صح هو في فترة من الفترات الاتحاد كان كويس لأنه كان العناصر موجود، عناصر موجودة وبدلاء موجودين. لما أقول للدكتور بصراحة عبد الرحمن بيفرق اليوم، مختار حتى ما كان في مستوى. أنا أحس أنه ريفاز برضو مصاب، ما أدري، لأنه تعرف فيها شيء أنت ما بتشوفها، ولكن صحيح تحركات ريفاز ما هو لاعب جاهز باين. طيب خلينا نقرأ بعض التغريدات الاتحاديين والأهلاويين والهلاليين. كاتب عشق الملكي: رأي أن الاتحاد مستمر في التدهور لأسباب كثيرة ويحتاج شغل جبار للعودة. كاتب أيضا: ألف مبروك النصر، والله يعين جمهور الاتحاد. ماجدة كاتبة: أفضل من يتكلم عن الفريدي الدكتور عبد العزيز الخالد. والله لا شك، كيف كان الفريدي؟ لا شك الفريدي لاعب أساسا مميز عندما حتى ما كان في الهلال، يعني في 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 شباب الهلال كان متميز، في الفريق الأول كان متميز. طبعا الفريدي لاعب صانع ألعاب من الطراز النادر صراحة، إمكاناته المهارية عالية جدا، رؤيته للملعب رائعة جدا ممتازة، قدرته التهديفية ممتازة، عندما يضيف الإضافة العددية أنا أشوف أنه يعني يكون في خط 18 خطير جدا، لأنه يتحكم بالكرة ويفكر بعقله كثير. عندما ما تعطيه مهام دفاعية فأنت تعطي الفريدي فرصة أن يقدم نفسه في الجانب الهجومي، وهذا اليوم ذكرناه مع يحيى الشهري، ما كان عندهم مهام دفاعية كثير إلا عندما يخسر النصر الكرة كان يعود على لاعب الارتكاز ومراقبة لاعب الارتكاز على الأقل في بداية اللعب وليس في الانتقال معهم إلى منتصف الملعب. هذا الجانب أعطى الفريدي الفرصة أن يتوغل في 18، أن يتواجد، أن يصنع. في المباراة الماضية كذلك استطاع أن يصنع، يعني حسن راهب هدف كذلك جميل بتمريرة رائعة جدا. الفريدي يمتلك إمكانات فنية جدا. طبعا التغيب في الفترة هذه الماضية كلها سبب الإصابات. بالمناسبة الفريدي يعني من خلال كذلك معرفة يعني بالأسرة بشكل عام، يعني الوالد ووالده وأخوانه، يعني أسرة محافظة جادة عندها أهداف، في رعاية جميلة للأبناء، حريص. يعني أنا أتذكر مرة كنا نسوي محاضرات في نادي الهلال في درجة الشباب للاعبين، وكان والد أحمد يحضر مع أبنائه في المحاضرات ويفرح بهذه المحاضرات، يقول شبابنا محتاجين هالجزئيات البسيطة. فأحمد يعني متأسس بشكل ممتاز، رجل محافظ، بالتأكيد أنه ينام مبكر، بالتأكيد أنه محافظ على الجوانب الأخرى خارج الملعب. لا لو تلاحظ لا قزع لا ربطات لا شيء، هذا هو لاعب كرة القدم. صحيح. هذا اللاعب اللي يقدم نفسه للناس يقول أنا ابن هذا الوطن، وهذه ترى بالمناسبة ملمس يعني صحيح. ملمح تربوي مهم، ثقافة صح، أنت تصدر ثقافة يعني للأسف عدد كبير جدا من اللاعبين فقط تقليد اللاعبين المتميزين على مستوى العالم في الربطات في القزع في العرف على ايش يعني مستوى. انت اذا اردت ان تقلد قلد الجوانب الانضباطيه في النوم المبكر في الاكل الجيد في الالتزام في كذا، اما الجوانب الشكليه هذه ما تقدمك كلاعب كره قدم. لذلك احمد نموذج جميل جدا. طيب عوض قبل ما نقفل هالمحور، النصر الى نهائي كاس الملك، هل هذا استشعر النصراويين بهذه الروح اللي طلعت اليوم واللي كل اجمع ان كان النصر هو نصر قبل موسمين عندما اخذ البطوله؟ نفس هذه الروح كانت موجوده وهذا التكتيك وهذه العزيمه، هل النصراويين استشعروا ان هذه هي الامل الاخير لانقاذ موسمهم؟ كيف راح تكون مباراتهم مع الاهلي في النهائي؟ انا قلت لك في بدايه البرنامج انه النصر استفاد من التجارب الماضيه وعمل تركيز على هذه البطوله، لانه وهذا الشيء اللي اخذ مساره الاهلي، انه انت تركز على بطوله. الاهلي لو تلاحظ كان تركيزه كله كان منصب على الدوري، هذا اللي حصل مع النصر، انه هو فعلا شعر انه الدوري موضوع انتهى من زمان. بالنسبه لاسيا في يعني تضارب في المستويات، يعني في اخذ ورد في امكانيه، ولكن ليس امامه لمصالحة الجماهير إلا كأس الملك. يعني الكل يعرف أنه أغلى قيمة شرائية في الدوري السعودي للاعبين هم لاعبو النصر. صح. يعني الكل حتى اليوم كانت دكة البدلاء، وتشوف التغيير، كنت أتكلم مع الدكتور خلال المباراة، كان التغييرات النصر كلها نجوم، يعني ما شاء الله الاتحاد كانت الاتحاديين يفتقدون يعني للبديل النجم، لكن النصراويين كانوا ما شاء الله حتى عندهم بدكة كان من تغييراتهم عوض خميس ما شاء الله، لا شك، وسهلاوي كان ايضا، كانوا نجوم ايضا في الاحتياط. وبعدين في انضباط يعني بصراحه،
يعني زي ما قال الدكتور وإحنا لاحظنا والكل شاهد في انضباط في المراكز، في انضباط في الاستلام والتسليم. يعني نحن نلاحظ المباريات الثلاثة والأربعة الأخيرة كانت في مشكلة بين الدفاع وبين عبد الله العنزي، اليوم ما شاهدنا ولا كرة من هذه الكرات بصراحة. في انضباط داخل الملعب، في تسليم واستلام جيد بصراحة، في تغطية. يعني بكل أمانة النصر كان يستحق الفوز، كان يستحق صراحة أنه يوصل للنهاية، لأنه ركز مباراة الكل فيها مركز، من الدفاع للهجوم للاعبين الوسط. بصراحة مقنع النصر اليوم أنه وصل لنهائي الكاس. أنا أتصور الكل شاهد أمس مباراة الأهلي والهلال، كان واضح أنه الأهلي يستحق حتى الهلال بصراحة، لأنه الهلال والدليل. يعني أنا أستغرب مع احترامي لكثير من محبي الهلال أو حتى بعض إعلامي الهلال أنه هذا الهجوم، وحتى استقالة الأمير نواف بن سعد أنا أستغرب. يعني ليه؟ لأنه أنت بكل أمانة ما حتحقق كل شيء في كرة القدم لوحدك، لأنه في منافس. وكرة القدم ترى فيها كمية كبيرة من الحظ، وفيها كمية كبيرة من التوفيق من الله عز وجل. لأنه أنت لو تلاحظ يعني عمل جبار عمله رئيس النادي، كاس الملك، كاس السوبر، كاس ولي العهد، وبعدين أمام منافس مين؟ النصر والأهلي. لأن النصر الآن اليوم شفناه إحنا، أنت أخذت البطولة نادي الهلال أمام النصر، الآن أنت شايف أخذ البطولة، أخذ كاس العهد من الأهلي، معناته أنت موجود. ولكن أنك تأخذ كل البطولات صعب، لأنه أنت صحيح. تعمل وغيرك يعمل، أنت يصير صحيح. عندك إصابات، يصير عندك ابتعاد، يصير عندك أخطاء، بالتالي الآخر ما يكون عنده هذا الشيء. فهي مسألة كرة القدم، ما هي كل البطولات تحصل عليها ولا أنا أبتعد، لا. زي ما قلنا بداية البرنامج، سنوات يفرح النادي الفلاني، سنوات أخرى يفرح النادي الفلاني، لأنه في عمل تراكمي. يعني حتى المنتخبات الأوروبية لو تلاحظ، اللي بيلاحظ المنتخبات الأوروبية في سنوات يصنعوا جيل ويحققوا بطولات وبعدين يعملوا دروب، غيرهم يكون عمل سنوات ويأخذ بطولات ويعمل دروب. هذا الشيء اللي موجود في العالم كله. طيب بسألك عن شغلة دكتور، أنا لاحظتها كثيرين يتكلمون كان في تويتر أمس ويقارنون دائما بمدراء الكرة، دائما يقولون أن مدير الكرة في أي فريق هو يعتبر بمثابة الرئيس، هو صاحب يعني القرار في إدارة الفريق خلال ممكن مجريات المباراة أو قبل المباراة أو بعد المباراة، في أمور يمكن مو كل شيء يتحول إلى رئيس النادي. هذا الشيء يفتقده الهلال والنصر، اللي هو اللي أيضا خلى الأهلي من دروب قبل الفترة الشتوية إلى بطولة ضمان بطولة الدوري والانتقال إلى نهائي كأس الملك. لا شيء، كلام الأستاذ عوض ممتاز جدا. عندما تحدث عن الهلال، الهلال يحقق ثلاث إنجازات، يختتم الموسم الماضي بإنجاز ثم يبدأ هذا الموسم بإنجازين، ويواصل حتى في الدوري إلى آخر لحظة مع الأهلي كمنافس قوي، وكان يستحق ذلك. يعني بالمناسبة حتى المباراة أمس 3-2 نتيجة متقاربة تماما، الهلال كان في آخر دقيقة أو آخر ثانية كانت في فرصة من نواف العابد، من أخذ الكرة من منتصف الملعب أو من منطقة الهلال الدفاعية إلى أن وصل إلى منطقة، كان بالإمكان كواك يسجل هدف التعادل وتعود إلى ضربات الترجيح. ليس هناك فارق كبير، وأنا مع كلام الأستاذ عوض أنه الهلاليين يجب أن لا يكون هناك مبالغة، حتى مع احترامي الأمير نواف غير مقبول أبدا أن يقدم استقالته. يعني أنت عملت عندها محور أو يفك إذا في محور نتحدث فيه، فيها محور كامل. خلينا نروح الآن، تفضل دكتور عندك شيء قبل جزئية. يعني أنا أيد الأستاذ عوض في قضية المنافسة. يعني المنافسة عندما تكون متواجد، لا تحسب أنت كنادي لا أهلي أو الهلال أو النصر أو الاتحاد أو التعاون أو غيره أنه أنت لوحدك. المنافسة، جمال المنافسة أن تتبادل الأدوار، هذا مرة يأخذ بطولة، هذا يأخذ بطولة، هذا يخسر، هذا يحقق إنجاز، هذا أحيانا يعني لا يوفق. هذه حال كرة القدم، ويجب أن يكون الجمهور الرياضي بشكل عام عندها القناعة. بس عند الهلاليين طموح مختلف، ممكن عندهم أنك إذا ما أخذت المركز الأول في المركز الأخير مثل الثاني. طيب خلونا نروح ناخذ أخبار الملعب ونناقشها مع الدكتور والأستاذ عوض. أبدى مدرب الهلال دوريس أسفه لخروج فريقه من منافسات الدوري والكأس عقب الخسارتين الموجعتين أمام الأهلي، مؤكدا أن فريقه يمر بأوقات صعبة، مقدما اعتذاره لجماهير الفريق. قدم رئيس نادي القادسية الكويتي الشيخ خالد فهد الأحمد الصباح التهنئة لفريق الأهلي بمناسبة تحقيقه بطولة الدوري الجميل الموسم الرياضي الحالي، كما قدم التهنئة للاعب فريقه السابق عمر السومة. أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع قائد منتخب الشباب ولاعب نادي الرائد فهد الحربي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
نفى مدير الكرة بنادي الاتحاد منصور اليامي وجود خلاف بين لاعب الفريق المحترف الفنزويلي ريفاس مع المدرب تركا، مؤكدا أن الفريق يسير بالشكل الصحيح في الوقت الحالي. قدمت إدارة نادي الرائد شكرها وتقديرها لإدارة نادي الفتح على حسن استقبالها لبعثة فريق الناشئ، كما قدمت التهدئة لتحقيق كأس بطولة المملكة للناشئين والصعود لدوري الممتاز. ومن جانبه أجرى لاعب الفريق أحمد حبيب عملية تنظيف الغضروف بالرياض وتكللت بالنجاح. عاود نادي الفتح تدريباته اليومية على ملعبه بعد فترة التوقف التي يشهدها الدوري في الوقت الحالي، وبدأ الفريق تحضيراته لمواجهته أمام نجرات يوم الأحد بعد القادم. كانت هذه أخبار الملعب اليوم. خلينا ناخذها سعوض، خليني أروح أنا شدني الخبر الثالث. أنهت إدارة الأهلي إجراء التعاقد مع قائد منتخب الشباب ولاعب نادي الرائد فهد الحربي، وذلك تدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل. الأهلي متفوق وفريقه يعني أخذ الدوري ونهائي الكأس، وإلى ما شاء الله من الآن يجهز للسنة القادمة. هذه الثقافة كيف استجدت في الأهلي؟ الأهلي أخوي هاني من فترة طويلة شغال بطريقة غير طبيعية. طبعا أنا أتمنى أن القناة الرياضية تزور مركز الأمير عبد الله الفيصل للأشبال أو للشباب والناشئين، وتزور الأهلي هاوس. نتشرف الأهلي هاوس هذا، تصور موجود فيه 13 لاعب من خارج مدينة جدة، في قسم للعائلات وقسم للعزاب. يعني لاعب يجي من خلينا نقول من منطقة تبوك، من منطقة حائل، من المنطقة الشرقية، في شقة للاعب خاص إذا كان عزوبي أو لمين لأسرته لو بيجي تقيم معه أو تقيم في الإجازات. جميل. لها مواعيد محددة للنوم. بيروح على مدرسته. أقول لك يعني أبالغ، أقول يعني لك نظام مدارس. نظام جامعات، نظام احتراف. تصور أيوة، فتصور إنه الناس بتشتغل على مستقبل لاعبين ناشئين وشباب وفريق أولمبي. معناته لما بيتابع لاعب مميز في نادي، في أي نادي من الأندية السعودية كنادي الرائد، معناته إنه في إدارة خاصة بالفئات السنية بتتابع اللعيبة المميزين، يجوا للنادي الأهلي، تشتغل عليهم إدارة النادي، يشتغل عليهم مدربين متمكنين، تستفيد الكرة السعودية في النهاية. أنا قلت قبل كذا إنه البعض تكلم على أكاديمية الأهلي وربط بين أكاديمية برشلونة الماسيا. هذه الأكاديمية بدأت عام 1979 ميلادي، وإنتاجها سار تام للفريق كامل عام 2012. يعني مراحل بعيدة، كان تخطيط أيوة مستقبلي. هذا الكلام. النادي الأهلي الآن 3 لاعبين هم من صناعة الأكاديمية: محمد ألفتيل، معتز هاوساوي، مصطفى بصاص. فنان هاللاعب يا عوض. محمد ألفتيل كان أمس تصور هؤلاء اللاعبين في حضور المدرب عبد العزيز الله يدي العافية، متمكنين في الاستلام، في التسليم، في التحرك، في احترام الخصم، في التعامل مع الخصم، في كل كرة القدم ما تحمله من انطباع داخل الملعب. فأنا أتصور الأهلي شغال صح، نسأل الله له التوفيق والأندية السعودية كلها، لأنه نحتاج إحنا إلى صناعة لاعبين من الصغر. وهذا اللي ساير في اليابان بصراحة. صح. لأنه كنا دائما بنضحك علينا، يقول لك البنية الجسمانية، اليابانيين لا بنية جسمانية ممكن أكثر مننا، ولكن نشوفهم موجودين ويفوزون بالخمسة لأنهم اشتغلوا طيب عليهم من الصغر. طيب ودكتور، وش فرق إدارة الأهلي الحالية عن الإدارة السابقة؟ ولا تتفق مع عوض العمل تراكمي ومن تراكمي الإدارات لا شك تكمل الإدارة اللي بعد؟ صحيح، هو عمل تراكمي لا شك، وأنا أيده تماما. الأهلي يعمل الحقيقة بإشراف يبدو لي مباشر من الأمير خالد بن عبد الله، يعني بمتابعة التفاصيل. لذلك الاستقرار اللي فيه الأهلي من فترة طويلة جدا، وذكرنا أنه من 3 مواسم هو منافس قوي حتى على القطاعات السنية، منافس أكاديمية الأهلي واضح الدور اللي تقدمه للاعبين، وذكر نموذج جميل اللي هو بصاص كلاعب الحقيقة متميز، وألفتيل وغير من اللاعبين. البحث عن لاعب مثل فهد الحربي وانه متميز واستقطابه، هذا هو العمل الاداري الاحترافي. لكن عندما تعود اللاعبين على 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 عالم الاحتراف من سن مبكر، فانت تجني النتيجه في المستقبل. بالمناسبه انا ليش انا قلت من شويه الامير نواف بن سعد يجب ان لا يستقيل، لانه عمل خطوات الحقيقه ممتازه جدا الان في الهلال. يعني الان في القطاعات السنيه في عمل جبار، يعني تكمل لدور الأمير بندر محمد السابق، الآن نقلة جديدة للقطاعات السنية بإشراف مباشر من الكابتن عبد اللطيف الحسيني والكابتن منصور الأحمد، في عمل حقيقة جدا ممتاز
هاني يعني انا اقول ليش، انا اقول عندما تتكلم عن الاهلي في عمل ممتاز في الهلال في النصر في الاتحاد في المحصله النهائيه هي مصلحه كره القدم صح السعوديه وينعكس على الكره السعوديه، نحتاج الى هذا التاسيس الحقيقي، العمل على الجوانب التربويه الجوانب السلوكيه، التاسيس لعالم الاحتراف صح. يجب ان يصل اللاعب، يعني من الظلم ان يكون لدينا لاعب متميز جدا فنيا عنده قدرات فنيه وعنده ويستلم مرتب عالي لكن هو لا يعرف موهبته ولا يقدر موهبته، لذلك تلقاه إسهار تلقاه ما يعرف وش عالم الاحتراف. نريد أن نصل إلى عالم الاحتراف بعد تأسيس حقيقي، وهذا هو المنجز الحقيقي للكرة السعودية في المستقبل. أما إذا كان استمرنا على العمل الارتجالي في الأندية وثقافة اللاعب الجاهز وثقافة اللاعب الجاهز وحتى الغير مؤسس، يعني اللاعب الغير مؤسس هو نفسه يظلم نفسه ويظلم صحيح. الكرة السعودية، لأنه هو يفترض أن يكون المنتخب هو نتاج هذه الأندية، إذا كان نتاج الأندية متميز فتوقع أن يكون اللاعب في المستقبل متميز. طيب يعني جزئية مهمة جدا، إذا أردنا أن يعني نطور كرة القدم السعودية يجب أن نعمل في الأندية بشكل احترافي يعني. وعمل مؤسساتي حتى نصل إلى 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 عالم الاحتراف باللاعبين على مستوى عالي جدا. طيب خلينا، كان الأمير نواف بن سعد أمس قد أعلن استقالته بعد نهاية استحقاقات هذا الموسم وطالب باجتماع أعضاء الشرف تحديد رئيس جديد. هذه الاستقالة اعتبرت بذات الصدمة للهلاليين لأن الأمير نواف بن سعد ما أكمل السنة وعنده بطولتين في محصلته في بداية هذا الموسم. خلينا ناخذ تقرير عن الأمير نواف بن سعد ونرجع نفصل في هذا الموضوع أكثر. رجل استبشر به عشاق الهلال خيرا بعد كبوات وهفوات زرقاء أرهقت محبيه، تصدى لها ورسم طريقا للعودة من أجل كبرياء الهلال وعاد ينافس ويضع في كل معترك أثرا كعادته. كتب لمن يدخل دائرة الاهتمام الزرقاء بأن يبقى فوق صفيح ساخن، ومطالبات بالبقاء في القمة دائما وحصد المزيد من البطولات ليضاف لسجل الهلال في كل سنة لقب جديد. ومن لا يعرف كرة القدم ولا يعرف مفاجآتها، نواف بن سعد الرئيس الهلالي تاريخ إداري ورجل رياضي دون اسمه كأحد العلامات الفارقة في كرة القدم السعودية، رئيس هلالي لعام واحد حتى الآن، رفع راية الانسحاب وفي رصيده بطولتين في قرار زاد أوجاع بعض الهلاليين بعد الخروج من كأس الملك. اختلفت الآراء ما بين مؤيد يطالب وينادي برحيله لعدم رضاه عن سياسته وما بين من يناديه بالبقاء ويرى بأن ما زال للمجد بقية، وليس كل خسارة لبطولة سببا لاستقالة كل رئيس. أيضا خفايا الرحيل وتكهنات عدة تحوم في أوساط محبي الكيان الأزرق، هل لقلة الدعم نصيب في ذلك أم صوت بعض الجماهير أقوى؟ هل ضياع البطولات سببا في رحيل الرؤساء أم في الهلال فقط تختلف كل المقاييس؟ عوض أجيك من إعلان الرحيل للأمير نواف بن سعد في هذا التوقيت بالذات، هل تحسب هذه شجاعة للأمير أو زي ما قال بعض الجماهير هو هروب من تحمل المسؤولية؟ لا له شجاعة ولا هروب. أنا أتصور الأمير نواف بن سعد يعني أنا عرفته من فترة ترأسه لمنتخب الشباب السعودي، أمير خلوق ومحب للرياضة ومتعاون، وإن كان صراحة يعني في لنا عتب عليه على التصريح اللي كان تحدث به من فترة على المنافسة بين الأندية السعودية، طبعا إحنا نسيناه ولكن كل إنسان له. وش يعني التصريح حق التصريح قال إنه ما في منافس للاتحاد، صعب إنك تتكلم على الأربعة أو الخمسة الأندية الأربعة الجماهيرية والخامسة الشباب صراحة، لأنه هو هذا الحاصل، هو الأهلي أخذ الدوري والآن بينافس على الكاس والنصر نفس الكلام. بشكل عام طبعا كلنا لنا عثرات وكلنا لنا يعني رسول الأمة قال كلكم خطاؤون وخير الخطاؤون التوابون. فأنا اللي أقصده إنه ممكن عند الأمير نواف بن سعد صدمة من طموح كان سقف الطموح عالي جدا، كان لا يرى انه للهلال بس هو اللي حيحصد البطولات وهذا طموح مشروع. طبعا اتفاجأ بكل صراحه بمشكله مدرب معنا ناصر الشمراني، لكن بصراحه لانه ناصر الشمراني لاعب مؤثر مهما كان اختلفنا عليه، ولكن هذه عقليه اللاعب اللي هو جاي
من غير تأسيس بصراحة تربوي وتأسيس أكاديمي خاص بكرة القدم. احنا بنشاهد اللاعبين العالميين بيجلسوا على مقاعد الاحتياط بستة شهور، بتلاحظ البعض منهم مو كلهم إما يستمر وإما يتناقش مع المدرب يقول له أنا أروح نادي ثاني أخذ فرصة، يعني بكل أدب وبكل محبة لهذا النادي، يحترم العقد يحترم كل شيء. طيب ناصر الشمراني، ولا قطع كلامك سعود، ناصر الشمراني ما طلع شيء واضح من إدارة الهلال، الرجل كان منتظم في التدريبات، استجاب للقرار، حطه في الاحتياط فترات، في الفترة الأخيرة هو استبعده، كان يجي في المدرجات، حتى حضر في مباراة لا هو كان في محاولات يا هاني، يعني أنت ما تأخذ الجانب اللي أنت تعرفه، في محاولات يعني كانت في محاولات كثيرة. أنا بقول لك أسباب الاستقالة اللي هي زي ما تفضلت أنت، إما هروب وإما قلت لك لا هي ممكن صدمة وغير توقع، الإصابات اللي يعني عانى منها الفريق، إصابة إدواردو فترة، إصابة الميدا. أنا بقول لك دائما كرة القدم العمل فيها جماعي. طب غريبة يعني غريبة، أنا بقول لك على حاجة معلش اسمح لي بس في الجزئية دي، احنا مشكلتنا جمهور 50% انا اتوقع ما مارس كرة القدم صراحة، لانه يا اخي مستحيل انت تتكلم عن رئيس النادي، يعني هو رئيس النادي اللي اختار التشكيلة، هو اللي اختار لعيبة الاجانب، هو اللي يقول للمدافعين اخطوا، هو اللي يقول كريري انطرد ولا ديقاو انطرد، يعني في اشياء معروفة في كرة القدم. كرة القدم مدربين ولاعبين جهاز اداري صراحة. طيب الهلالي ما يعني ما طالبوا الرئيس، يعني استقالته كانت مفاجأة، الهلالي ما كان عندهم يعني مطالبات واضحة وكثيفة باستقالة الرئيس، كانت كل المشانق تعلق على دونيس، ايه على دونيس فقط. لكن الجزئية اللي أنت ما تطرقت لها اللي كان في حديث الأمير نواف بن سعد، هو قال تحدث قال إن في وعود شرفية أيضا، لمح لوعود شرفية ولمح أيضا لعقد صلة ولمح إن في مشاكل متعددة، وكأن الرجل يقول أنا خذلت من بعض أشخاص في فترة رئاسة، كانت عندي يعني كان في أمنيات وكان زي ما قلت وعود وخذل الرجل. أقول لك يا هاني اللي متابع كرة القدم واللي دخل الأندية هو عارف الأمير نواف كان نائب رئيس فترة سابقة، قبل ما تدخل رئاسة النادي الناس تجهز لك ملايين، لما تدخل النادي ما يرسلوا لك ملايين، يعني هذا شيء معروف. هذه مشكلة. اي معروف هذا الشيء، هذا الامير فيصل بن تركي موجود، هذا رئيس نادي الشباب القريري موجود، اسال اي رئيس نادي ابراهيم البلوي في نادي الاتحاد نفس المشكله. هي مشكله ازليه في الكره السعوديه للانديه كلها بشكل عام النوع. والله يا دكتور انا بقول لك على حاجه بسيطه لحل هذه المشكله، مشكله حلها بسيط، واحنا ابناء الانديه وسنوات عمرنا وشبابنا في الانديه. المشكله انه انت الايراد عندك اقل من المصروف. صحيح، الإيرادات أقل من المصروفات. أنا بقول لك على حاجة أنا اقترحت ولازلت أكرر وإن شاء الله أحارب على هذه الكلمة، بدل 4 لاعبين أجانب أنا أحتاج لاعبين 2. أنا أيدك تماما. أنت بتحجب، أنت بتجيب 48 لاعب ل 14 فريق، بتحجب 48 لاعب. آسيا كيف بتحلها يا أخي؟ ما يهمني آسيا، أنت لك 12 سنة ما وصلت ما أخذت كأس آسيا. طيب خلاص احنا نقطعها نهائيا. لا بالعكس بالعكس، احنا نتكلم. أنا بسألك سؤال يا هاني. لا معليش مو تقطعها، هي مسألة نسبة وتناسب. أنت الآن من عندك رأس حربة هداف في الكرة السعودية؟ كل الأندية بتجيب لاعبين المدافعين هدافين. خلي المدافعين يا دكتور حتى على مستوى المهاجمين. صحيح. ما في. يعني احنا مرينا بهذه التجربة، هذه مشكلة يا اخوي هاني، احنا مرينا بتجربه السبعينات كان في لاعبين اجانب وفي فتره وقفنا ولا لاعب اجنبي، حصدنا في الثمانينات كل الكؤوس. طب ليه ما تقنن المساله بدل من يعني من الاختصار؟ انا بسالك سؤال بسيط يا هاني معليش. تفضل. احنا شكاوي اللي وصلت الى انه تهديد باسقاط نادي لدوري الدرجه الاولى من الفيفا، ايش سببها؟ اللاعبين الاجانب. صحيح. والتكلفه الباهظه ورئيس النادي ما حد بيحاسبه. فأنا بقول لك هي مسألة بسيطة، إنك أنت بدل 4 لاعبين الأجانب 2، دوري أبطال آسيا يا أخي أنا لو ما جبته إيش المشكلة؟ أنا في النهاية أطور كرة القدم، أنت يكون في علمك الأستراليين ما يهتموا بكرة بدوري أبطال آسيا، اليابانيين نفس الكلام، اليابانيين يهمهم لاعب يحترف في أوروبا ويوصلوا كأس العالم، وعندهم بلان إنهم عام 2050 يجيبوا كأس العالم، مو شغل أندية، شغل منتخبات وفئات سنية. انت ما انت مستفيد، انا اديني نادي سعودي ال4 لاعبين الاجانب يلعبوا كاملين، ما في نادي غير الهلال والله العظيم، فهذا شيء هذا بذخ. بعدين عقود اللاعبين الان ممكن في محاوله انه يكون في لها سقف اعلى،
فبالتالي ما يصير عندك صرف على كرة القدم. أنت مشكلتك الأربع اللاعبين الأجانب ومعروفة، أربع لاعبين أجانب، مدرب، معسكر فترة الشتاء، طيب، ومعسكر فترة الصيف، كل هذه معروفة كرة طيب القدم السعودية. طيب دكتور، وين الخلل في الهلال؟ تهزم في مباراتين في أسبوع وتطلع لك إصابات متعددة، ويطلع لك مشاكل إدارية، ويطلع لك مشاكل مالية، ويطلع مطالبات بالرئيس، ويطلع مطالبات بدونس، كل هذه في مباراتين؟ في 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 الأندية ليست مباراتين، هي بطولتين وليست مباراتين، هي مباراتين ببطولتين. لا لا لا، هي الدوري عمل تراكمي. يعني الدوري الهلال ممكن لو كسب في بعض المباريات اللي تعادل معها مع أندية الوسط ولا أندية في متذيلة الترتيب كان بالإمكان أن أخذ البطولة، مثل الأهلي كذلك كان بإمكانه يحسم البطولة من وقت مبكر. طيب الهلال والأهلي خسروا كذا. أنا أقول المشكلة الأولى رقم واحد فنيا، تكلم فنيا، البداية المبكرة من أجل المشاركة الآسيوية في الموسم الماضي. الهلال لاعبين الهلال بالذات لهم 3 سنوات لم يتوقفوا عن الركض، لم يحصل للاعبين الفترة الانتقالية وهي فترة مهمة جدا بين الموسمين، الموسم الماضي والموسم الحالي. الهلال لم يتوقف لأن بدأ استعدادا لمباراة دور الثمانية في كاس في بطولة آسيا الموسم الماضي، وبعدها مباراة السوبر أمام النصر. بدأ مبكر بشهر ونص أو شهرين، هذه الآن أوصلت اللاعبين إلى قمة العطاء الفني والبدني والذهني في نهاية الدور الأول. هذا السبب رقم واحد. رقم اثنين، أنا في رأيي أنه المدرب لم يوفق، يعني عنده الكثير من الأخطاء سواء في التشكيل أو في اختيار العناصر أو في التدوير اللي يعمله. دائما يربك الفريق سواء يلعب ظهير ثم ينقله في الجهة الثانية. طبعا أنا ما أحمل المدرب كامل المسؤولية، فقط هو يتحمل جزء، نعم جزء كبير، لكن الجزء الأكبر في تصوري كذلك أو يتقاسمه مع اللاعبين أنفسهم. اللاعبين في بعض اللاعبين لم يقدموا المستوى المأمول منهم، نعذرهم بجزء منهم الانهاك اللي صار أصبح عليه اللاعبين من خلال المشاركات المستمرة خاصة اللي يلعبون في النادي. خذ مثلا العابد، العابد يعني لاعب متميز جدا لكن غاب عدد كبير جدا من المباريات، يمكن ما لعب ولا 30% أو 40% من المباريات في الدوري. إصابة يعني كانت؟ إصابة، أحياناً إجهاد، أحياناً لا يعود بعد الإصابة. صحيح. هذه لها سبب يعني. أنا أعرف أن نواف العابد يمتلك إمكانات فنية عالية جداً، يمكن الآن من أفضل اللاعبين على المستوى العربي وعلى مستوى الخليج، لكن ما يعني إمكانات فنية عالية وفكر رياضي جميل جداً، لكن أنا في رأيي أنه من خلال عطائه في الملعب، أنا ما أحكم عليه ولا أتابعه خارج الملعب، لكن واضح أنه مرهق باستمرار لأنه والإصابات سبب الإرهاق، سبب عدم الاحترافية والانضباطية. طيب ليه تحمل كل هذا الرئيس؟ سلمان الفرج مثلا، سالم الدوسري، خالد شرحيلي حارس عنده قدرات فنية لكن عنده عدم تركيز. هل هناك شيء يشتت ذهنه خارج الملعب؟ هذه علامة استفهام كبيرة جدا. طيب إداريا هو لاعب منتخب يعني خاطر الإداري لا يستطيع أن يتابع اللاعب في تفاصيل حياته خارج الملعب، هذه نقطة مهمة جدا. أنا أجزم تماما وليس يعني فقط مجاملة، الكابتن فهد مفرج في الهلال من الإداريين المتميزين، يمتلك الخبرة، يمتلك الروح، يمتلك التنظيم، عنده تجربة جميلة جدا مع أكثر من مدرب وأكثر من إداري، مر عليه إداريين في الهلال وفي المنتخب عندما كان يشارك، عنده الخبرة وقريب من اللاعبين. لكن وبالمناسبة ليست مشكلة الهلال، غالبية الأندية السعودية وغالبة اللاعبين السعوديين ليس لديهم الانضباطية العالية خارج الملعب، وهذه هي مشكلة كبيرة جدا تعاني منها كرة القدم السعودية. طيب لما تحدث السيد عوض عن قضية التأسيس الحقيقي حتى يصل اللاعب إلى عالم الاحتراف وهو في كامل الجاهزية فكرا وعملا، عندئذ نستطيع أن نصل إلى باللاعب السعودي لأعلى مستوى فني. شخصيا الحديث عن الأمير عبد الله، عن الأمير نواف، أنا أتمنى أن يتراجع ولا يعزم. تتوقع أن يتراجع؟ لابد أن يتراجع. لماذا؟ أولا هو عمل خطوات جدا ممتازة في النادي، لو مش اليوم حتعاد من جديد لنقطة الصفر أو للمربع الأول. تكليف الكابتن عبد اللطيف الحسيني، منصور الأحمد، الأستاذ سعد المنصور في الأولمبي، الآن هو الهلال يحقق ناشئين في البطولة الدولية في الأمارات، واليوم يحقق الناشئين في مستوى الدوري السعودي، والفريق الأولمبي الآن في 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 في, في الخطوات الأخيرة إلى تحقيق بطولة المملكة كاس الأمير فيصل.
هذا تدل على في عمل جيد في النادي، الإخفاق في الفريق الأول وليس إخفاق كبير، أن تتحقق بطولتين هذا الموسم وتنافس على بطولة إلى آخر الخطوات وتخرج من دور الأربعة في كأس الملك، يعني منافسة قوية وحضور جيد للهلال. أتمنى من الأمير نواف أن لا يفكر، لكن يجب على أعضاء شرف الهلال، وهذه رسالة بكل أمانة، الهلال يعني لم يقف هذه السنوات الطويلة ولم يحقق هذه الإنجازات العظيمة على مستوى آسيا وعلى مستوى المحلي وعلى مستوى البطولات سواء في دوري أو في كاس أو كاس سمو العهد إلا بكل صراحة إلا بدعم أعضاء شرف الهلال اللي فعلا صادقين دائما ويقفون مع النادي. اليوم الأمير نواف طيب. ونادي الهلال يحتاج إلى وقفة صادقة من أعضاء الشرف، وثاني الأمير عن 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 استقالته أو ويجب أن يتراجع طيب. لاستمرار هذه الخطوات اللي لما زالوا في بداية. طيب يعني الموسم الهلالي باقي فيه مباراة واحدة، يا تكون هذه المباراة هي حبة مهدئة لبعض جماهير الهلال ولا تكون الشرارة الجزئية الأخيرة هاي. تفضل الجزئية تقول عليها اللي هو آسيا. بالمناسبة من الأشياء اللي تضر الهلال كثير الآن المشاركة الدائمة في آسيا، ترهق اللاعبين طيب. وتتركهم وتجبر النادي على البداية المبكرة دائما وربما تكون خيرة طيب. حتى لو خرج من كاس آسيا هذه السنة من أجل استعداد جيد للموسم القادم. طيب خلينا نأخذ جرافيك للقاء النهائي ونرجع نسأل الضيوف عن توقعاتهم للنهائي. هذا هو الجرافيك لنهائي كاس الملك بين الأهلي والنصر واللي إلى الآن ما تحدد. دكتور خلينا ناخذ عوض. عوض ايش توقعاتك الى سيناريو النهائي؟ كيف النصر بين رغبه في انقاذ الموسم ببطوله والاهلي بين راحه ويعني وده يسوي شيء جديد لانه اول مره يجمع احد يجمع بطوله الدوري وبطوله كاس الملك؟ والله انا المباراه هذه ذكرتني بس اهم شيء انك ما تقول علني علي شايب وكبير. ما يحتاج هذه، ما يحتاج نقولها شايب، ما يحتاج هذه. هذه المباراة بتذكرني بمباراة نهائي كأس الملك عام 76 ميلادي 96 هجري. هذه المباراة كان الأهلي بكل صراحة متميز ونجوم لاعبين ترزاق وميمي أبو داود ووحيد جوهر وفهد عيد ودريس وطارق كيال، مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين أسمع فيهم هذولي. واضح أنك الله يرحم من مات فيهم ويحفظ ويشفي من موجود منهم. النصر ذيك الفترة كان الله يرحمه مبروك وسالم وناصر الجوهر ويعقوب مرسال ومحمد سعد العبدلي وسعد السدحان والدكتور خالد التركي. كان الأهلي مرشح ولكن النصر تفوق على الأهلي بهدفين وكان سعد السدحان جايب هدف أتذكر ذيك المباراة، وكان يلعب رأس حربة بعدين تحول إلى ظهير يمين. فأنا اللي شايفه الآن أنه ترشيحات للأهلي المفروض الأهلي توعى لهذه الترشيحات، والنصر فريق كبير بصراحة طيب. وإن فاز الأهلي أو فاز النصر كلاهما يستحقان يستاهلون. طيب دكتور في عجالة ولا صراحة الكفة يعني متساوية تماما. النصر بالمناسبة في مباراة اليوم طيب. يثبت أنه فريق كبير جدا ومنافس قوي على البطولة، ولن تكون مباراة سهلة لا على النصر ولا على الأهلي. طيب في ثواني وليد يسألك يقولك اسأل دكتور عزيز خالد، لماذا لا تكون قريب من الهلال بمشورتك؟ والله أنا مدرب محترف يعني الهلال يظل، أنا عملت في الهلال، عملت طيب. في الشباب، عملت في الدرعية، عملت في سدوس، عملت في الحمادة، دربت منتخب الاحتياجات الخاصة وأفتخر بالإنجاز على مستوى العالم فيه طيب. أنا موجود في الميدان يعني. طيب آخر شيء أشكرك الدكتور عبد العزيز الخالد على حضورك الإعلامي والناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. عوض رقعان شكرا جزيلا لك، شكرا لحضورك وأعتذر مرة ثانية على التأخير رغم أنه مو مننا ترى. شكرا تسمحون على خير. الله يسلمك. أخيرا قصة الختام مع النصر، يعيد بعضا من كله وينقذ موسما كان للنصراوين حتى الأمس من النسيان. ألف مبروك العودة يا عالمي. يا